وفي الناحيه دي لابد ان اكرر واعترف بان المنتدى الكره الليبيه دور كبير زي ما كان دور في ايمن. يعني هم الحقيقه حتى رغم ان معلومات احيانا تكون ما نعرفوهاش، لكن هم بمساعدتهم وفروان هم اعطونا الهواتف مع والد اللاعب، وهذه كلها اشياء الحقيقه ساعدتنا ان احنا نخطو الخطوات الاولى.